السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده اسمه لايم واير، ده بتقدر تعمل بيه صور وفيديوهات وصوت من خلال الذكاء الاصطناعي. طيب ممكن نقول له احنا عايزين الصور، هقول له ان انا عايز ابدا. عندي طبعا كذا حاجة، في كريت ايمج، في ايديت ايمج، في لو انت عايز تحذف الباك جراوند الموف باك جراوند، في لو انت عايز تديله صورة وتقول له تخيل ايه اللي ممكن يبقى حواليها. فخلينا نيجي هنا ونقول له كون لي صورة. بياخد بقى يقول لك انت تعمل صورة ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة، هقول له مثلا اربعة. الكواليتي اخترتها هاي، البرومت. طب هنا لو في نيجاتيف، طب تعالى نقول له بقى اعمل لنا الاربع صور مرة واحدة. دي صور كنت عملتها قبل كده. زي ما انت شايف عندي هنا كريت ايمج او اديت ايمج، يبقى عندك صوره ومن خلال الذكاء الاصطناعي تقدر ان انت تعدل فيها، فتلاقي الصور ظهرت عندك بالشكل دوت. طيب خلينا نقول له اديت ايمج. تمام، تقدر بقى تدفع له صوره وتبدا تقول له عدل لي على الصوره ديت. ممكن نختار اي صوره من دول ونعمل لنا على الثلاث نقط ونقول له اديت ايمج، فيبدا يجيب لنا الصوره بحيث لو انت عايز تغير فيها تديله برومت زياده، تعمل نيجاتيف برومت، تشيل حاجه من الصوره. يعني ممكن تقول له انا مش عايز الاشخاص اللي في الصوره او مش عايز الموج اللي في الصوره، فتقدر ان انت تحذف اي حاجه من الصوره من خلال برضو الذكاء الاصطناعي. ممكن اجي هنا واقول له كبر لي الصوره، ممكن اقول له بابلش يعني خلي الناس كلها مع اللينك ليها تقدر انها تشوفها. تمام، طيب هقول له بابلش ناو، معايا اللينك اهوت واقدر اشيره في اي مكان انا عايزه. تمام، طيب خلاص انا بنشير، حاضر.